بسرعة ينبت يكبر بسرعة يعني حجم الزرع ويطلع أخضر، وأحطه بسرعة وما عاد أشوف إخواني من كثر ما كبر حجم الزرع. وبعدين وصلت إلى طريقي، في آخر الطريق يا شيخ في نخل كله ذهب، وهنا انتهت الرؤية. طيب أنا أقول تمر عليك أيام أو تمر عليك سنين عجاب يا شيخ، لو تكرمت ممكن أسمعك في البث الله يعافيك. طيب أبيك تأكدي كلامي صح ولا؟ إي صح مضبوط. أنا يا شيخ مطلقة وتوفوا لي عيال اثنين. اسمعني، تمر عليك سنين عجاف والله أعلم، سنين يعني أتعبتك ترهقك، لكنك تصبرين إن شاء الله وتجاهدين نفسك على الصبر، لأن جاهدين لنا هدينهم سبلنا، ويعينك الله عز وجل على ذلك إن شاء الله بإذن الله. اللهم آمين. أطفال الحين؟ لا يا شيخ لا. إيه أقول الله عز وجل بيجعل لك تيسير في أمورك، تفريج في أمورك، وزيادة في مالك، وزيادة في صحتك إن شاء الله بإذن الله بعد هالسنين العجاب اللي حصلت لك والله أعلم. طيب يا شيخ النخل الذهب على إيش يدل؟ النخل عادة يدل على الإيمان، يدل على كذلك زوجك موجود؟ لا لا مطلقة يا شيخ. كذلك يدل على إما الإيمان أو يدل على بإذن الله يسر الله عز وجل لك زوج ذا إيمان وذا مال والله أعلم. الله يجزيك الخير وعلي شانه وكثر الله خيرك. السلام عليكم. مع السلامة. لا إله إلا الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. صلوا على النبي. نبي رقية تعبانات كل بث تفسير أحلام. اللي يقول رقية يرفع إيده يقول نبي رقية، اللي بيكمل تفسير أحلام يقول كمل تفسير أحلام. يلا خلونا نشوفكم. اللي بينا نكمل تفسير أحلام يقول كمل تفسير أحلام، اللي يبغى الرقية الشرعية يقول كمل اكتب رقية. صوتي مو واضح؟ ها واضح، كمل تفسير. تفسير أو رقية شلون نجمع بين الثنتين؟ ما نقدر نجمع. طيب في اتصال الآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. والله يا شيخ أنا ودي برقية، ما أدري أنا تعبانة ودي برقية. شلون الحين مو وقت رقية؟ طيب خلاص بقول حلم عندي، أنا مجهزة حلم الله يسلمك. طيب من أسبوعين الله يرضى عليك شفت كنا في اجتماع، كأن في اجتماع نساء حريم. المهم كان فيه مغطس كبير، طشت يعني مغطس، كان فيه غسان الفناجيل حقين الحريم في اجتماع. شلون؟ فيه مويه فناجيل الحريم، فناجيل القهوة والشاي ما أدري يعني زي الخلطة فيه من بقايا الحريم. إيه؟ المهم هو كان على جنب، كان على جهة من الاجتماع. الاجتماع جهة راحوا. المهم مريت على هذا المغطس وكان ما فيه قارورة أخذ منه، وأنا كنت يعني محتوية أني أخذ من هذا المغطس. المهم بحثت عن قارورة، بحثت عن شيء أخذ لو يعني شيء بسيط، لقيت فجأة قارورة صغيرة، ثم أنا غرفت منها خدتها وحطيتها بشنطتي. أختي تفاجأت قالت أنا أبغى مثلك بس ما فيها شيء موجود، ما فيه قارورة. المهم قلت أنا هذا حظي خدته ومشيت. رجعت مرة ثانية ولقيت المغطس ما زال يعني زي اللي راكد كذا، لقيت عنده جنبه مغطس صغير فاضي، أخذت من المغطس، أخذت المغطس الصغير الفاضي وأنا أبحث عن قارورة، أبحث عن أكثر. المهم شلت من هالمغطس الصغير وقمت أصب على على رأسي من فوق، وأصب على رأسي من فوق، وأختي ضحكت تقول ليش أنتي صبيتي وأنا أبغى ما صبيتك كذا، فجأة صبيتك كذا علي من فوق. رحت على طول ما أبغى أحد يشوفني. ما أدري يا شيخ يعني هذا انتهى الحين، ظاهر أنه انتهى. أنت عندك وسواس؟ لا ما عندي بس يعني أحيانا أفكر بعد وفاة ولدي كنت أفكر في أشياء يعني. طيب سؤال ثاني، أنت تبغين أغسال من أحد؟
كنت متألمة يعني لفترة متألمة يعني كل شوي يعني دوار في الراس. لا لا بس ما جاوبتيني على سؤالي، انت تبين غسال من احد، تنتظرين عزيمة او جمعة تاخذين غسال منهم؟ لا والله بس شاك كان فيني عين. وتبين غسال احد؟ كنت ودي باجتماع، ودي باجتماع اني اخذ من احد عشان كانوا يعطوني يتكلمون فيني وكذا. طيب. وكنت طيب انا اقول الرؤية فيها حديث نفس كبير، اللي هي مسألة انك انت تبين غسال، والله اعلم. اختك مثلك تبي غسال؟ اختي كانت تبحث عن قارورة تبغى وتقول انت اللي حصلتي على القارورة وانا ما حصلت. طيب انا اسألك عن اختك في الحقيقة، تبي مثلك غسال او شيء؟ ما ادري عنها اختي، ما قالت شيء ولا هذا. انا اقول هذا اي هذا والله العالم حديث نفس اختي، ما هو بحلم. لا لا اي خلاص الله ينساك خير، بس ما ادري يعني ودي انا الاشخاص هذين ودي اعرف اشكالهم، يعني كنت بقايا هذه الفناجيل ودي اعرف اشكالهم، لان اذا اخذت منهم تاثرت يعني احيانا قد اخذت منهم من زمان. حسني نفسك بالاذكار واقرا على نفسك سوره البقره بيعافيك الله ان شاء الله. الله يجزاك الجنه. السلام عليكم. عليكم السلام. انا بسال سؤال للي موجودين حاليا في البث، اللي يقول واحد يقول خلنا ننام، انا ماسكك ولا انا داخل عليك في الجوال؟ ما دخلت عليك في الجوال، انا خليت الجوال بيدك وشغلت بثي. لا والله انت اللي شفت بثي ودخلت، انت اللي شفت بثي ودخلت. يا مرحبا ومسهلا، ان جيت الله يحييك، ورحت الله يستر عليك وياك، ما انت مجبور. خلي الناس تنام وانا مصحي الناس؟ ما صحيت الناس، الناس صاحيه صاحيه، لكن نستغله في رفع الناس، نستغله في الخير، نستفيده في نحط فيه فائدة. أي نعم، اللي يبي حضر الله يحييه يستفيد ويفيد، واللي ما يبي حضر الله يستر عليه. هذا الكلام، هذا الكلام الله يسعدنا وإياكم. أي نعم، الكلام يعني الله عز وجل، ترى احنا في ديننا الاسلام، في ديننا الاسلام ترى الكلمه توزن، الكلمه توزن، الكلمه توزن في الاسلام. يقول صلى الله عليه وسلم رب كلمه، يعني يلقيها الرجل كلمه واحده، يلقيها الرجل لا يلقي لها بال، ذب الكلمه وبس، يقول انا ذب الكلمه ولا ادري ما قصدي، يقول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلقي لها بال، تهوي به في النار 70 خريفا، كلمة واحدة، شفت كتابة واحدة. انتبه يا شيخ، ضامن الجنة انت، انتبه اعراض المسلمين، لا تكتب تسبحت في التعليق، لا يجي خصمك يوم القيامة، يجي خصمك يوم القيامة. والله عز وجل ما يحتاج شهود ولا يحتاج والله يا ربي والله والله ما فيه، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إيه انتبه، انتبه، أحد يشتكيك إلى الله انتبه، أحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني يا ربي اكفني إياه بما تشاء، حول أمره من الأرض ومن محاكم الأرض ومن قضاة الأرض إلى قاضي السماء ينتقم منك، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. دعوة المظلوم ترتفع من الأرض إلى السماء في بعض الآثار كمثل الشرارة، ترتفع ترتفع. يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، حديث القدسي، تبه يجعلك أحد، يكون أحد يخليك خصيمة عند الله عز وجل. يقول الله بيني وبينك، انتبه 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 يا جماعة، الآن لي دخلت صحيفة ولا دخلت من الصحف الإلكترونية الصحف الإخبارية دي، تشوف الناس يسبسبون بعض ويشتمون بعض ويقذفون بعض. والله والله أنا اليوم كان عندي حالة رقية بعد صلاة العشاء، قريت على الرجال وطلعت من البيت، زين جارهم قدام في سيارتين شباب اثنين، هذا في موترة هذا في موترة، والله العظيم يا جماعة تخيلوا اني طالع من بيتهم نازل من الدرج الين اركب سيارتي ما تتجاوز دقيقه، سياره قريبه، والله لعن يتلاعنون بس بالمزح والضحك، حسبتها خمس لعنات اللي حسبتها، يقول الله يلعن ابوك، الله يلعن شكلك، الله يلعن جدك، يقول الله يلعن
حسبت 5 لعنات. جماعة الدرجة دي اللعن من أكبر الكبائر، الرجل يسب أباه. قالوا كيف يسب أباه؟ قال يسب أباه فيسب أباه. لا في الحديث لا يكون اللعانون يعني اللي يلعنون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، ما يشهد يوم القيامة مع الأم، ما يشهد ليوم القيامة، يعني أمة محمد تشهد لجميع الأنبياء وجميع الرسل أنهم بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة، يشهدون النوح أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، يشهدون لإبراهيم، يشهدون ليوسف، يشهدون النوح، يشهدون جميع الأنبياء، يشهدون لهم أمة محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد علينا حنا زين. فهذول اللي يلعنون ما يشهدون، مو بس كذا لا، ما يشفعون حتى، لأن للأنبياء شفاعة، للشهداء شفاعة، للصالحين شفاعة، للصادقين شفاعة، ما يشفع. يشفع لفلان من الناس أنه يخرج من النار ويدخل الجنة، هذا اللي يلعن ما يشفع. انتبه انتبه، تلعن لا تلعن الشكل، لا تقول ألعن جدفة يعني تلعن قبر أبيه أو قبره، انتبه، اللعن ما يجوز، محرم اللعن، الطرد من رحمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم من الأيام مع الصحابة في غزوة، فقال رجل لناقة لعنها، لعنة الله عليك، فقال صلى الله عليه وسلم أزيلوا ما عليها، الحمل اللي عليها نزلوا منها، نزلوا الحمل اللي عليها، ما نبغى يكون معنا أحد ملعون، فنزلوا الحمل عليها، فقال أطلقوها، فأطلقوها، فيقول صاحبه والله أني أراها تسرح تروح. انتبه، اللعن أمر خطير، لعن أمر خطير كبير جدا، من أنا وأنتم عشان نطرد فلان من رحمة الله؟ هذا الذي أوردني المهالك. يقول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة أكثر خطايا بني آدم من لسانه. الآن جالسين معك، جالسين في نفس المجلس، هذا فاتح الواتس وهذا فاتح الواتس، ومعهم واحد ثالث ورابع جالسين يحشون فيه في الواتساب، يضحكون، والله شفت مقطع هم جالسين يحشون فيه فلان من الناس يغتابونه. ايه انتبه، الغيبة ما تجوز، ولا يغتب بعضكم بعضا، انتبه، امسك لسانك، صح تستخفي ما حد يشوفك بالجوال، لكن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه ما بين رجليه أضمن له الجنة. ضمان من محمد صلى الله عليه وسلم لك بالجنة، لكن امسك لسانك، امسك لسانك، امسك لسانك، امسك لسانك، انتبه، سمعت كلامي هذا ترى حجة عليك، ما في يا ربي مدري، ما كنت أدري يا ربي، خلاص سمعت من محمد، لا تقول ما أدري. كم مرة سمعنا سناب ومقطع يتكلم عن اللعن، كم مرة سمعنا مقطع في اليوتيوب يتكلم عن اللعن والسب والشتم، كثير. ها انتبه انتبه، ما في ما أدري يوم القيامة، ما كنت أقصد يا ربي، ما فيه، تب من الآن، وبشرك أن من تاب تاب الله عليه ويبدل سيئاته إلى حسنات. لكن إذا عندك حقوق للناس تكف، حللوني أبيحوني، أنا أقول لكم يا متابعيني حللوني وأبيحوني، يمكن أخطيت على أحد يوم من الأيام، ذبيت على أحد، حللوني وأبيحوني، الحياة الروح نفس يروح ويرجع، مو لازم أنا والله اغتبتك وقلت فيك كذا وماني عارف إيش، يا فلان من الناس حللني وأبيحني بشكل عام، والله الدنيا حياة تموت بس كذا بس، الله غفور رحيم لمن تاب، شديد العقاب لمن لم يتب، الله يغفر لي ولكم. نرجع تفسير الحلام، واتس ولا اتصال؟ خلونا اتصال، هل حين اتصال؟ اتصال اتصال، خلونا اتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. أنت الشيخ محمد؟ أي نعم. تفضل. يا شيخ، يا شيخ أنا حلمت إني كنت في محل حق اتصالات، كنت بشتري منه مغناطيس أو شيء زي كذا، بعدين
بعدين هو قال لي بدنا اخذيه بعشرة وكذا، انا قلت لا ما راح اخذه بعشرة وطلعت برا المحل. كان ابوي بالسيارة برا واختي جوا، بعدين قعد يناديني من جوا المحل قال لي خلاص اخذي هدية، كان يبغاني ادخل المحل عشان يعني يخطفني او شيء زي كذا. رحت شو اسمه عدنا قربت من المحل، اول ما قربت من المحل على طول بسرعة راح وشالني وقاعد يركض بي بالشارع. اختي دقت على الشرطة وجو عاد، وانا يعني قدرت افك نفسي منه. ثم جاء خوي اللي كان في المحل ورجع وخطفني. بعدين رحت انا يعني نحشت منه وركبت السيارة. بس ايوه متى الرؤية؟ قبل كم اسبوع. تعرفين الرجل اللي كان في المحل؟ لا. ايوه. انت متزوجة؟ لا. اسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة. طيب. بينك وبين احد علاقة من الرجال شاب؟ لا الحمد لله. ما في؟ لا. ولا عن طريق برامج التواصل؟ لا. في احد حاول يتحرش فيك او يؤذيك؟ في برامج التواصل؟ لا. الرؤية هذه متى؟ ممكن قبل 4 أسابيع 5 أسابيع كذا. أيوة. أنت في سن زواج؟ عمري 15. ما ظهرت لي رؤيتك، ما اتضحت، لكن لعل خير. الله يحفظك، انتبه من برامج التواصل. طيب. الله يحفظك. اسمع أصواتها، صوتها كنا صوت طفلة. إيش الأسئلة الباحثة عشان تظهر لي الرؤية؟ 15 ما هي طفلة، من قال لك إنها طفلة؟ أم المؤمنين عائشة تزوجت وعمرها 9 دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مشكلة بعض الناس، تصل بنت عمرها 15 و16 وفاتشة كاشف وجهها يقول طفلة. وين طفلة؟ وين طفلة؟ عمرها 17 و18 و19 يقول طفل. يعني أنت عمرك 17 ولا 15 طفل إلا رجال. في ذاك الزمان كانوا رجال. ايه هل عني بس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه هل عني بس. السلام عليكم. يلي نهاية رقمك 340. الو السلام عليكم. سلامة الله، تفضلي. لو سمحت انا حلمت من فترة ممكن شهرين او اكثر. أيوة. حلمت أننا أنا وبنات خالي وأخواتي راكبين سيارة وقاعدين بالمرتبة الأمامية وموقفين في الشارع حيث أن الإشارة حمراء ونقف خلف مجموعة سيارات. فجأة جاء قطيع من الجمال يسير باتجاه السيارات بشكل مرتب، كل واحد يسير خلف الآخر. استغربنا كيف الجمال تسير بالمدينة في الشارع وفجأة كذا واحد من الجمال سار باتجاه السيارات والجمال الأخرى الثانية اللي كانت وراء تفرقت. اللي سار أمام السيارات قام يقفز على السيارات ويحطم السيارات اللي كانت قدامنا، وأنا قعدت أتشهد يعني أقول لا إله إلا الله. والبنات اللي معي خواتي وبنات خالي كانوا ساكتين ما قالوا شيء، وأقول للبنات إنه نزلوا راسكم تحت المرتبة. وفجأة السيارات اللي ورانا تحركت وحنا الحمد لله يعني رحنا تحركنا بالسيارة وبعدنا عن الجمل. وقمت كذا وأنا مرتاعة وقاعدة كأني قاعدة أشهق كذا شهقة بكاء، بس ذكرت الله وخلص حلمي. طيب هذه متى الرؤية؟ ممكن من 3 شهرين ونص 3 شهور. أنا أقول هذه والله الرؤية عامة، وعسى الله يكفي العامة شرها يا رب العالمين. فيها بلاء والله أعلم وشر والله أعلم، لكن الله لا يصيبنا وإياكم والمسلمين بشر. هذا بلاء وفتنة والله أعلم، ويعصمك الله عز وجل أنت وأهلك من هذه الفتنة. الله يجزاك خير. شكرا.
إلهي إلا الله. بالنسبة لجالسين يطقطقون هنا على اتصالات ترى عيب. قبل شوي نتكلم هنا عن كلمة وزنها في الإسلام. قبل شوي نتكلم يا جماعة، سهل واحد يطقطق، سهل واحد يتكلم. انتبهوا لسنتكم يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم تكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. انتبه تكفى، انتبه. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، تفضلي. يا شيخ، رأيت إني رايحة على البحر كذا، بعد فترة شفتها إني رايحة عند البحر على الشاطئ وأجمعها كذا وأحصل فلوس وأجمعها، هي ريالات وعملة ثانية، وأجمع وقتها وأحط بمخباتي بس. وبس هذا أنت؟ أي بس، وتكررت علي كذا مرة. أنت موظفة؟ لا لا. تتاجرين أو عندك ما تتاجرين فيه؟ لا أبدا. الحمد لله. هذا والله أعلم أنه مال ورزق يأتيك بإذن الله في سعيك، والله أعلم. الحمد لله. السلام عليكم. شكرا. الواتساب، ياكل الرسائل الواتساب. يزين اللي يكتب كلام طيب، كلام صلوا على النبي. يا زين اللي يكتب، يا سلام، ايش اقول بس. والله كنت حاط الرقم وشي راح، الان بحط لكم. ابشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ هلا بك. والله شوف، عندي رؤيه، عندي رؤيه لو تفكرها. اي تفضل. تفضل يا اخوي. اقول عندي رؤيه ابو شيخ عبد الله، اذا ما في حرج. تفضل يا أخي، أنا أسمعك، تفضل. الله يحفظك. كيف قبل حوالي كم شهر وأنا نايم حلمت إني تقريبا منصب رئيس أو ملك. إيش؟ إيش؟ قبل فترة. شو؟ قبل كم شهر وأنا نايم. إيه. حلمت إني في منصب رئيس أو ملك أو شيء زي كذا. أيوة. وكان في كان في قاضي في المحكمة. وحصل يعني حصل منه كذا حاله طول مزي زي كذا، وجات شكاوى عليه، وطبعا تمت يعني رفع فيه ملف للمحكمة، وانحكم عليه بالحكم فيه جلد وفيه سجن. فكنت حاضر للجلد، وكنت حاضر للجلد وجالس أكلم، يعني جالس أوصي الجلاد قوة الجلد زيادة الجلد كذا. فلما خلص الجلد، لما خلص الجلد وجاء السجن، كان يعني كان الحكم إنه يسجن في زنزانة خاصة وشيء زي كذا. دخلت أول زيارة للسجن بعد تنفيذ الحكم. أنا جاي داخل السجن، أول عنبر الشباب فتحوا لي الباب، خرجوا المسجونين وأنا جالس أتكلم معاهم وأنصحهم وكذا، وانتهى الحلم. أنت موظف؟ موظف؟ لا والله، حاليا كنت موظف بس خرجت، يعني خلاص خرجت من نفس الوظيفة، خرجت الوظيفة. هذه الرؤية متى؟ والله قبل حوالي شهر شهرين تقريبا. دعيت لي شهادة أو شيء من هذا؟ كيف؟ دعيت لي شهادة أو شيء؟ والله ما أذكر. أنت ملتزم؟ والله دعواتك بس. الله يثبتنا وياك على الدين. ما ظهرت لي رؤيتك.
ما اتضحت، نسأل الله ييسر من يومك. طيب يا جماعة نكتفي بهذا، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اليوم يعني نستدرك ما بداية بثنا، نستدرك بداية بثنا اليوم مثل ما انتم شايفين أخذنا سورة الضحى في بداية البث، فسرنا سورة الضحى كاملة بفضل الله عز وجل. غدا بإذن الله سورة الليل، سورة الليل غدا بإذن الله، سورة الليل، سورة الليل غدا بإذن الله عز وجل. نقرأها، يقرأها أحد المتابعين هنا ثم نفسرها. أنا أقترح صراحة وأقترح عليكم اقتناء هذا الكتاب، التفسير الميسر، جميل جدا 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 وسهل، جميل جدا جدا. أسأل الله أن يفتح عليكم فتوح العارفين وأن يوفقني وإياكم لكل خير. طيب تبون أقرأ بعض آيات الرقية لعل الله عز وجل أن ينفع بها قبل ما نقفل؟ أقرأ بعض آيات الرقية، أقرأ بعض آيات، أقرأ اللي بيستمع يستمع، ما راح أطول إن شاء الله. أقرأ رقية الحسد أو آيات الحسد، اللي بيسمع يسمع زين. حسد، بقرأ آيات الحسد على المس، حسد على مس، بقرأ آيات الحسد على مس، اللي بيستمع يستمع، اللي ما بيستمع الأمر له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه وهمزه ونفثه ومسه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يمسون. اللهم إنك أنزلت كتابك هداية لمن أراد الهداية، أنزلت كتابك حجة على الإنس والجان، أنزلت كتابك الحق المبين، بيانا وهداية وانشراحا وطمأنينة. أفمن شرح الله صدره للإسلام، اللهم من أراد من الإنس والجن هداية فاهده إليك وهيئ له سبل الهداية. من أراد الإسلام فيسر له سبل الإسلام واهده للإسلام. ومن أراد من الجان خروجا من الأبدان فيسر له مخرجا، اجعل له مخرجا، اجعل له مخرجا، يسر له مخرجا. ومن أراد عنادا وتجبرا وطغيانا وكفرا، اللهم اجعل آياتك حراقا ودمارا وهلاكا عليه، اللهم احرقه بكلامك، احرقه بكلامك، احرقه بكلامك، احرقه بكلامك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ود كثير من أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا حسدا. ود كثير، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا من عند
أنفسهم حسدا أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله فلما رأينه وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فسيقولون بل تحسدوننا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم من شر حاسد إذا حسد حسبي الله ونعم الوكيل وكفى سمع الله لمن استغاث واستجار واستعان اللهم ابطل عينا حارت ودارت في الأجساد اللهم ابطل عينا حارت ودارت في الأجساد والأرواح اللهم ابطل حسدا حار ودار في الأجساد اللهم ابطل عينا وحسدا ونفسا وإعجابا حار في الأجساد اللهم ابطل عينا حاسدا نفسا حاسدا اللهم ابطل عينا قوية عينا قديمة عينا آذت نفسا آذت نفسا حاقدة نفسا خبيثة اللهم ابطل نفسا حاسدة خبيثة نفسا لم تذكر اسمك اللهم ابطل نفسا حاسدة خبيثة حاقدة اللهم ابطل نفسا حاسدة اللهم ابطل حسدا في الأجسام على جمالها في الأجسام على قوامها في الأجسام على فعلها حركتها نشاطها اللهم ابطل حسدا في الأجسام اللهم ابطل حسدا في الأجسام على جمالها بسم الله اللهم ابطل حسدا في الأجسام على جمالها في الأجسام على ألوانها في الأجسام على قوامها اللهم ابطل عينا حاسدة على جمال الشعور في نعومتها في غزارتها في كثرتها في تسريحة عليها اللهم ابطل عينا حاسدة في جمال العينين في جمال الخلقة في جمال الأجساد
اللهم أبطل عينا حاسدة، اللهم أبطل عينا حاسدة، نفسا حاسدة، نفسا حاسدة، نفسا حاسدة، اللهم أبطل عينا حاسدة، نفسا حاسدة، فرقت بين الزوجين، عطلت ما بينهم، صرفت سببت صدودا، سببت نفورا، سببت نشوزا، اللهم أبطل عينا حاسدة، نفسا حاسدة، على دراسة، على دراسة، على دراسة، على فهم، على علم، على حفظ، على ذكاء وذاكرة، اللهم أبطل عينا حاسدة، اللهم أبطل نفسا حاسدة، على كسب ورزق، على كسب ورزق، على وظيفة، على وظيفة، على ترقية واستقرار، اللهم أبطل عينا حاسدة، على محبة ووجاهة وألفة، اللهم أبطل حسدا في البيوت، سبب مشاكلا، سبب خصاما وجدالا ونفورا وقطيعة وفراقا، اللهم أبطل عينا ونفسا حاسدة خبيثة، نفسا عينا حاب، نفسا وعينا حاسدة، اللهم أبطل عينا حسدت فعطلت فأمرضت فأخرت فأوجعت، اللهم أبطل حسدا سبب أورام، سبب أورام، سبب أورام، اللهم أبطل حسدا سبب أورام، اللهم أبطل حسدا عطل أرحام، عطل أرحام، أثر على أرحام، أتعب أرحام، أوجع أرحام، اللهم أبطل عينا حاسدة أضعفت الرجال، أضعفت ماء الرجال، أضعفت قوة الرجال، اللهم أبطل عينا حاسدة على نظارة البشرة، على صفاء البشرة، اللهم أبطل عينا حاسدة، عينا حاسدة في الأطفال، في الأطفال، في الأطفال، على حركتهم، على لعبهم، على جمالهم، على ضحكهم، على ذرابتهم، على أكلهم وشربهم، اللهم أبطل عينا حاسدة، اللهم أبطل عينا حاسدة، اللهم أبطل نظرات تبعت نظرات بحسد، اللهم أبطل نفسا فزت وتحركت بحسد، اللهم أبطل عينا معجبة، نفسا معجبة، نفسا متعلقة، نفسا متمنية، اللهم أبطل كل عين معجبة فيهم، عينا معجبة فيهم، عينا ونفسا معجبة فيهم، اللهم أبطل عينا ونفسا معجبة فيهم، اللهم أبطل عينا حاسدة ونفسا حاسدة فيهم، على أرزاقهم، على ماكلهم، مشاربهم، وظائفهم، مساكنهم، مراكبهم، اللهم أبطل عينا حسد، اللهم أبطل عينا قديمة، عينا قديمة، حسدا قديمة، نفسا قديمة، اللهم أبطلها وأبطل آثارها وأوجاعها وآلامها وأحزانها، اللهم أبطل حسدا ضيق على الصدور، ضيق على الصدور، ضيق على الصدور فأبكى العيون،
اللهم أبطل حسدا فتر عن عباده صرف عن عباده على عبادة على ستر على عفة وعفاف. اللهم أبطل عينا حاسدة عينا حاسدة نفسا حاسدة عينا معجبة نفسا معجبة نفسا متمنية. اللهم أبطلها وأبطل آثارها. اللهم أحرق مسا على حسد. اللهم عليك بمس أتى من حسد. اللهم عليك بحسد الإنس والجان أبطل حسدهم. اللهم عليك بمس عاشق نظر بعشق نظر بإعجاب نظر في تعري نظر في خلوة نظر حين نوم في ظلمة. اللهم احرق بنانه دمر جنانه. اللهم اجعله عبرة وآية للجان. اللهم من أراد منهم من خروجا من الأجساد فيسر له خروج. اللهم من أراد منهم عنادا وتجبرا فيا جبار اقصم واجبر من أصابه ومسه يا رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك فيما أعطيت بارك فيما أعطيت بارك فيما أنزلت بارك فيما أعطيت بارك فيما أنزلت بارك فيما أعطيت. ما ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم أبطل كل حسد أبطل كل عين أبطل كل نفس أبطل كل إعجاب أبطل كل إعجاب أبطل كل إعجاب. اللهم أبطل كل إعجاب. اللهم أبطل كل عين ونفس تعلق فعطلت عن زواج فأخرت زواج ففرقت بين الأزواج. اللهم أبطل عينا ونفسا وإعجابا وحسدا فرق بين الزوجين سبب نفورا سبب خصاما جدالا فراقا صدودا. اللهم أبطل حسدا وعينا وإعجابا سبب تصلبات تليفات تكيسات سبب تصلبات تكيسات تليفات. اللهم أبطلها وأبطل آثارها يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس. قد جاءتكم موعظة قد جاءتكم موعظة قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم بارك بما قلنا وبما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك وعزتك أن نغتال من تحتنا. إياك نعبد يا الله وإياك نستعين ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله بك نستجير بك نستغيث بك نستجير بك نستغيث. إياك نعبد ولك نتقرب إياك نعبد ولك نتقرب لا إله إلا أنت لا معبود بحق إلا الله. والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان يا رب العالمين. ومن صلى على نبينا محمد صلى على النبي. طيب برد على بعض أسئلتكم قبل ما أقفل البث. بسم الله الله يبرد الشاهي برد. تفسير أحلام اليوم خلص لكن إن شاء الله بإذن الله بكرة وعقبة فسر إن شاء الله. طلبوا هنا رقية وقرأت آيات الرقية الشرعية الله ينفع بها. أبرد على بعض أسئلتكم عندي سؤال يسأل. الله يجزاكم خير جميعا. اللي عنده سؤال يسأل. أنت وانت تقرأ يا شيخ تجشو وبكاء يا البدور استمر بالقراءة شعر جسمي بالرقي ماذا يعني استمر بالرقي على نفسك أصابع رجلي تلف من القراءة. الله يشفيك ويعافيك. استمروا على القراءة يا جماعة. القرآن شفاء القرآن شفاء القرآن شفاء عليكم بالقرآن. زوجتي جاها نبض في الجهة اليسرى استمر اقرأ عليها يا أخوي. العين تدمع لما قلت عين قديمة جتني قشعرير الله يعافيك. الكتمة وش علاماتها ما فهمت أنت مكتوم كيف وش علاماتها. أنا والله هل يعني فيني شيء يعني أنك تقرأ القرآن استمر على القرآن. التثاوب وتدمع العين هذا من علامات الحسد. التثاوب الحسد القديم والشديد هذا علاجه القرآن بإذن الله إن شاء الله تيسر بكرة بشروب بالنسبة للرقية. أعراض العين عند القراءة عند الرقية. طيب اللي يسأل عن أعراض العين طيب بقول لكم إياها بس انتبهوا عشان ما عيدها ثاني مرة. ليه المطاوعة يخوفون؟ والله أنا ما قلت لك شيء ولا أنا أقرأ قرآن بس ما قلت لك شيء يعني أنا أقرأ قرآن قبل شوي ما أخوف.
بقول له أعراض الحسد اللي تظهر وقت الرقية عشان تستفيدوا منها معي. أنا قد جمعتها إن شاء الله أني أجدها. طيب، أول علاماتها وقت الرقية، تكلم اللي تظهر على الإنسان وقت الرقية. أحيانا بعض الناس هو جالس في مجالس الذكر أو في المسجد وهو ما فيه النوم، تظهر عليه مثل هالأعراض هذه، اللي هو الشعور بالنعاس أو النوم في حال الرقية وكثرة التثاؤب ونزول الدموع من العين. زين، هذه هو العلامة. البكاء وضيقة الصدر، كذلك التنمل في الجسم والشد في منطقة الأكتاف والآلام مع التخدر، وقد يحصل فتور للجسم أو القشعريرة أو الصداع والدوخة وزغللة العينين، التجشؤ والغازات في البطن، الحبوب البثور على الجسم أو الحكة. أتكلم عن وقت الرقية. التعرق، يتمغط يتعرق بجسمه وقت الرقية، قد يحصل بعض آلام الجسم أسفل الظهر والأرحام للنساء. هذه بعض الأعراض، هذه أعراض الحسد. ليش العالم الباقية ما عندهم السوالف ذي؟ حياك الله سعد. عالم الثانية تقصد يعني برا ما عندهم، يمسون ويتلبسون، يأتيهم المس ويأتيهم التلبس، لكنهم يردونها للأمراض النفسية، وهذا مرض نفسي اكتئاب. وعندنا هنا ناس مسلمين ما يعترفون بمسألة الجان ولا يعترفون بمسألة الحسد أو السحر، ما يعترفون فيها، يقولون هذا بس اكتئاب. طيب العلاج وشو؟ شوف، عرفنا الأعراض، إيش العلاج؟ لا، مو كلها تجي، إحنا بعض الناس يظهر عليهم كذا، بعض الأعراض كذا. إيش العلاج لما عرفنا الأعراض؟ العلاج القرآن، العلاج القرآن، القرآن. واحد يقرأ على نفسه، يقرأ على نفسك أنت، لا تروح لا لزيد ولا العبيد ولا الغير، يقرأ عليك أنت، يقرأ بنفسك على نفسك. شلون أقرأ على نفسي؟ كذا أجلس، زين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. سورة الفاتحة رقية، يقول عليه الصلاة والسلام: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أنا كذا قرأت على نفسي، كذا صير قرأت على نفسي. ها، أقرأ آية الكرسي، أعظم آية، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإن صرت تزيد آيات الحسد مثل اللي قرأتها أنا، وإذا كان الإنسان عنده سحر يقرأ آيات السحر، وهكذا. سهل الرقية، سهلة، ما يبي لها يعني عرف. سورة البقرة، نعم، حصل للبيت. أفضل قراءة لوقت الرقية، ما في وقت لها معين، كل يوم نبي بث إن شاء الله بإذن الله على حسب التيسير، لكن عادة بثي ما بين الساعة 12 وربع لين الساعة 1 أبدأ تقريبا، هذا وقت تأخير الزوج من الحسد قد يكون. الله يفتح عليكم، الله يحفظكم. والله يا جماعة أنا بوصيكم وصية قبل ما أقفل البث، عشان في بعضكم يقول الحمد لله أنا ما حسيت بشيء، عشان ما تصير تحس بشيء، عشان الله يصرف عنك البلاء هذا والشر هذا والمشاكل هذه، الحسد والأمراض هذه. حافظ على أذكار الصباح والمساء، حافظ على أذكار الصباح والمساء، حافظ عليه. لا تقول لي صعبة، لا تقول لي ماني بحافظها، ما أنت حافظها؟ شوف ناظر، الله يحفظك. هذا عندك هنا، أنا محمل في جوالي حصن المسلم، أدخل على حصن المسلم محمله، هذا هو، أدخل على حصن المسلم أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، أدخل أبدأ أقرأ. يلا بسم الله، الله لا إله إلا هو الحي والقيوم، أقرأها. خلي لازم يصير عندك ورد كل يوم. أنت شلون تبي الله عز وجل يحفظك؟ شلون تبي الله يحفظك؟ أنت لما تدخل غابة وفيها أسود وفيها نمور، ما تدخل معك سلاح ومعك درع، أو تكون في سيارة مصفحة عشان ما يجونك. لازم أنت، الشيطان متوعدك: لا أحتنكن، لا أغوينهم. نصب العدة لنا الشيطان، والناس يحسدونك، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله. ها، الواحد يحافظ على أذكاره، لا نشتكي من الحسد ولا نشتكي من المس ولا نشتكي من السحر. الدرجة الأولى نشتكي قلة ذكرنا لله عز وجل، قلة تحصيننا، ما عندنا حصن. الواحد يطلع من بيته يروح لدوامه، تروح لوظيفتها، تروح لدوامها، ما عندها حصن بكامل زينته بكامل كشخته، ويجي
والله انا كافي بلاك كافي شاري دنات اليوم شاري ماني عارف ايش ايش رايكم فيه يصور ومن عارف مسافر انا رايح مسافر شوفوني في سويسرا شوفوني ماني عارف ايش على سور الصين العظيم وهو ما عنده حصان ولا عنده اوراد ولا عنده شيء شوي لا طاح من فوق السور لازم يصير عندك حصن لازم يصير عندك درع لازم يصير عندك وقايه احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك بس الله يوفق أهل وجيه يجمعني معكم في الجنة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إن شاء الله بإذن الله لنا بكرة لقاء أنا تكلمت في السناب اليوم الموضوع ضروري في الحسد لعلكم تنشفون لعل أن الله يطرح بالبركة والنفع مع السلامة بكرة التقيبكم إن شاء الله الله يحفظكم اللي ما وتر يوتر مع السلامة.